الحصاد من قناة الفلوج. أهلا بكم في حصاد الفلوجة، معكم محمد الكبيسي وسؤدة طارق. أهلا بكم. نبدأ هذه النشرة بأهم ما فيها. بعد مبادرته لحلحلة الأزمة، الشيخ الخنجر يؤكد قرب حسم انتخاب رئيس للبرلمان ويذكر بالعفو العام والنازحين. العشرون من تشرين الأول المقبل سباق الإقليم الانتخابي، وديمقراطي الكردستاني يجهز نفسه للتنافس. طبول الحرب في المنطقة تقلق بغداد وواشنطن، رومانوسكي في مكتب السودان تناقش مستقبل التحالف. إطلاق سراح آلاف المعتقلين يثير جدلاً حول فساد مراكز التوقيف، وصرخات من السجون تنادي بالعدالة. في يوم مكافحتها، الداخلية تطيح بشبكات دولية لتجارة المخدرات، عدسة الفلوجة توثق حال المدمنين في مراكز التأهيل. البداية من الشأن السياسي، حيث يسعى رئيس حزب السيادة الشيخ خميس الخنجر من خلال جولاته إلى تأكيد مبادرته التي تهدف إلى توحيد الصف السني وتعزيز التوافق السياسي لإنهاء الأزمات العالقة. قام الأخ دور رئيس وزراء والسيد مسعود برزاني بجهود كبيرة في هذا الاتجاه، وإن شاء الله تسمعون ما يسركم في هذا الأمر. أزمة في طريقها إلى الانفراج، هذا ما أكده الشيخ خميس الخنجر زعيم السيادة في آخر جولاته ضمن جهوده في سعي لتوحيد الصف العراقي وتغليب المصلحة العامة للخروج بنتائج إيجابية تنعكس على الواقع السياسي في البلاد. جهود حلحلة الأزمات رافقها تأكيد على خدمة الناس ومتابعة احتياجاتهم، وذلك خلال زيارة الشيخ إلى نينوى حيث التقى المحافظ عبد القادر الدخيل. وأكد الشيخ خلال اجتماعاته ضرورة تهيئة الظروف الحياتية المناسبة لعودة نازحي نينوى وتعويضهم، إضافة إلى دعم شريحة المتضررين من عمليات التحرير. كما زار الشيخ الخنجر مضيف قبيلة السادة الحديديين في نينوى، ولفت إلى أن ملف المغيبين مع إقرار قانون العفو العام أحد أولويات حزب السيادة. نجدد العهد وياكم أننا كل اللي وعدناكم به إن شاء الله يتحقق قريباً بقوة الله سبحانه وتعالى، وعلى رأسه وأعرف اهتمامكم الكبير ومن خلال الشيخ أيضاً موضوع العفو عن الأبرياء أو إطلاق سراح سجناء الأبرياء وليس العفو، وإحنا نريد العفو عن المجرمين. هذا الموضوع أنا يمكن خبرتكم عبر مرحلة مهمة، ورئيس الوزراء مشكوراً أدى ما عليه بأنه صوت عليه في مجلس الوزراء. ومن نينوى إلى صلاح الدين، حيث أكد الخنجر قرب عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان، وذلك خلال لقائه الشيخ النائب شعلان الكريم، فيما شدد على ضرورة حسم استحقاق انتخاب رئيس جديد للبرلمان في أقرب وقت للمضي في تنفيذ بنود ورقة الاتفاق السياسي، وذلك خلال مباحثات أجراها مع النائب خالد الدراجي. تتجلى بوادر حل الأزمات السياسية من خلال المبادرة التي طرحها رئيس حزب السيادة والجهود التي تسعى إلى تعزيز التقارب وتفويت الفرص على المتربصين والتصدي لكل النوايا الخبيثة التي تريد تشتيت الصف السني وتغييب استحقاقاته. في الشأن الانتخابي، حددت رئاسة إقليم كردستان العشرين من تشرين الأول من العام 2024 موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم. إن رئاسة الإقليم حددت موعد انتخابات برلمان إقليم كردستان الموافقة للعشرين من تشرين الأول المقبل. إن تحديد هذا اليوم جاء بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الإقليم، وإن جميع الأحزاب ستكون ملزمة بهذا الموعد. لا يوجد أي نقاط خلاف فيما يخص إجراء انتخابات برلمان كردستان، وقد أجرينا حوارات قبل البت بموعد الانتخابات. من جانبه، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني البدء بالاستعدادات اللازمة لخوض انتخابات برلمان إقليم كردستان، معبراً عن أمله بأن تسير العملية بشكل ديمقراطي ونزيه وشفاف، وتصب نتائجه
في مصلحة شعب كردستان. وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد في بيان له إن الديمقراط الكردستاني بذل جهوداً حثيثة بخصوص مستلزمات إجراء الانتخابات قبل انتهاء التوقيتات القانونية، لكن تم اختلاق كثيراً من العوائق أثرت في العملية السياسية والتشريعية في الإقليم، مبيناً أن الحزب أشهر في وقت سابق أوجه الخلل التي كانت تعترض العملية الانتخابية، لكن بعد إبداء موقف الحزب تمت معالجة جزء من تلك الملاحظات والشوائب والبقية في طور الحل. إلى ذلك أعلنت مفوضية الانتخابات أنها تنتظر وصول كتاب تحديد موعد انتخابات برلمان إقليم كردستان بشكل رسمي، مبينة أن مجلس المفوضين سيعلن موقفه مع تفاصيل أخرى عن ذلك الموعد. المفوضية بيّنت أنها تتعامل مع الكتب الرسمية فقط، وبعد وصول مرسوم الإقليم ستتعامل معه بشكل رسمي. هذا وأعلنت رئاسة إقليم كردستان 20 تشرين الأول من العام 2024 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم. هذا ورحب رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني بتحديد موعد الانتخابات برلمان إقليم كردستان، مؤكداً استعداد الحكومة لدعم متطلبات إنجاح هذه العملية الانتخابية. وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء باسم العوادي أن الحكومة تدعم جهود تنشيط الحوار الوطني بين جميع القوى الوطنية والسياسية في الإقليم وكل التيارات الساعية إلى العمل الوطني المشترك تحت مظلة القانون والدستور والهوية الوطنية لعراقنا الواحد. أما الآن ينضم إلينا من أربيل عضو الديمقراطي الكردستاني الأستاذ وفاء محمد. أهلا بكم أستاذ وفاء. أستاذ وفاء، بالنسبة للديمقراطي الكردستاني إذن سيكون حاضرا في انتخابات برلمان الإقليم التي ستجرى أو تم تحديد موعدها في 20 تشرين الأول أكتوبر المقبل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة السودة، تحية طيبة أيضا لزميل العزيز كاك أستاذ محمد ولجميع المشاهدين قناة الفلوجة العزيزة أينما كانوا. طبعا احنا نعرف بعد سلسلة من التأجيلات والإشكاليات حول انتخابات رئاسة الإقليم اللي مع الأسف الشديد يعني تأجلت أكثر من مرة، وتم تأجيل الموعد يعني بسبب الخلافات اللي موجودة في إقليم كردستان، وأيضا بسبب مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني في 18/3 لهذه الانتخابات لعدم تصنيف الإقليم كردستان، وعدم وأيضا إلغاء أو تهميش كثير من المكونات في المشاركة. ولكن بعد تقديم الطعن من رئيس حكومة إقليم كردستان، وبعد إرجاع 5 مقاعد الكوتا، وأيضا وبعد ضمان أن هذه الانتخابات ستكون نزيهة وبمراقبة الأمم المتحدة، تم الحزب الديمقراطي الكردستاني أعلن بأنه نعم سيشارك هذه الانتخابات. واليوم بعد مشاورات مع الأحزاب السياسية الأخرى أرسلت بمرسوم إقليمي إلى المفوضية العليا بأن يتم يوم تحديد الموعد هو 20/10 لهذا العام إن شاء الله. نعم، الديمقراطي أردف إعلان مشاركته في الانتخابات البرلمانية للإقليم أستاذ وفاء حقيقة بأمله بأن تجرى تلك الانتخابات بنزاهة وشفافية، وربما أثرت هذه النقطة، وتصب نتائج طبعا آملا بأن تصب تلك النتائج في مصلحة شعب كردستان. أكبر المخاوف لدى الديمقراطي خاصة أن البيان فيه الكثير من العتب يعني كما قرأ من قبل مراقبين، أكبر المخاوف لدى الديمقراطي الكردستاني، هل هناك من مخاوف أخرى ربما تم تجاوزها؟ سيدة، كانت هناك مخاوف حقيقية، يعني أولا إلغاء مقاعد الكوتا إلى 11 مقعد هو قرار المحكمة الاتحادية بتحديد مقاعد برلمان كردستان من 111 إلى 100، هذا لا يعني إلغاء 11 مقعد الكوتا، إنما المفوضية هي التي ألغت 11 مقعد لمكونات رئيسية التركمان، المسيحيين، الآشوريين، الأرمن. يعني هذا شيء يعني كنا نستغرب بأن الكوتا موجودين،
في انتخابات مجالس المحافظات موجودين، في انتخابات مجلس نواب العراق موجودين. ولهذا هاي احد المخاوف، وهي كان ضد التعايش السلمي الجميل الموجود في الاقليم. هناك كان تخاوف اخرى، وهو اكثر من 400 الف ناخب كان لديهم اشكاليه في البطاقه وفي بصمه الصوت، وأنا كم مرة حتى في قناتكم العزيزة أكدت على هذا الموضوع. نعم هناك مخاوف، وأيضا كانت هناك غرفة العمليات أن تكون في بغداد، وكانت هناك نعم جنبة سياسية في هذا الموضوع. لهذا الحزب الديمقراطي الكردستاني أكد على هذه المخاوف، ولكن تم تجاوز وتم تلبية مطالبات بعض حزب الديمقراطي الكردستاني، خاصة بمشاركة السيد نيشيفان برزاني باجتماعات ائتلاف الدولة اللي حدث في الشهر الرابع والشهر الخامس ثلاث مرات. تم دراسة مطالبات، وكانت الدراسات قانونية ودستورية، ونفذ بعض المطالب منها. ماذا يعني عن كثير من المطالب نفذ منها؟ المطالب أستاذ وفاء، يعني وبالتالي ما الذي دعاه للمشاركة؟ يعني ما هي الضمانات التي قدمت للديمقراطي؟ أولا أحد الضمانات المهمة أن يكون العد الفرز اليدوي مع الإلكتروني يعني سوائية، يعني لا نكتفي فقط بالعد الإلكتروني، إنما سيكون هناك العد والفرز اليدوي، هذا مهم جدا. وأن يعلن النتائج في الساعات، يعني النتائج الأولية تعلن في الساعات بعد انتهاء الانتخابات لكل ممثلين الأحزاب أن يستلمون هذه النتائج، هاي اللي تكون صورة واقعية. هاي الثانية هاي نفذت. أما بالنسبة لإرجاع المقاعد، كنا نأمل أن ترجع 11 مقعد، ولكن ارجع 5 مقاعد، حتى وإن التوزيع لم يكن توزيع عادل، لأنه قدموا مقعدا في السليمانية، مع أن السليمانية لا يوجد فيها الطبقة المسيحية، قدموا مقعد هناك، ولكن مع ذلك ما يهم الديمقراطي هو مشاركة الكوتا وإعادة استحقاق الكوتا. إذن بعض المطالب نفذت وبعضها لم تنفذ، ولكن الديمقراطي الآن ما دام بعضها نفذت سيعلن مشاركته بالانتخابات. وهناك الكثير يعني من الوقت حتى يعني 20 أكتوبر المقبل. من أربيل العضو الديمقراطي الكردستاني الأستاذ وفاء محمد، شكرا جزيلا لكم لانضمامكم إلينا. الأخبار مستمرة. بحث رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني مع السفيرة الأمريكية إلينا رومانوسكي مجريات حوار اللجنة العسكرية العليا المعنية بإنهاء مهمة التحالف، وبحث سبل حسم الحوار بغية الوصول إلى اتفاق حول جدول زمني للتنفيذ. اللقاء بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ومجريات الأحداث في غزة ومعاناة الشعب الفلسطيني جراء استمرار العدوان، كما بحث أخطار توسع وانتشار الصراع في المنطقة ومسؤولية الدول الكبرى والمنظمات الدولية والأممية في وقف مأساة المدنيين في عموم الأراضي الفلسطينية. من جهة أخرى، ناقش مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي مع قائد بعثة حلف الناتو في العراق الفريق لوكاس سيخروس سبل تعزيز التعاون والشراكة فيما يتعلق بالاستشارة والتدريب وتبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية بين الجانبين. الأعرجي أكد خلال اللقاء أن الحكومة حريصة على استمرار التعاون والشراكة مع بعثة الناتو على أنها استشارية لا قتالية، والاستفادة من الخبرات والتجارب المتبادلة بين الجانبين بما يعزز أمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن الحكومة ماضية بتسهيل عمل البعثة لتنفيذ مهامها الاستشارية في العراق. في خطوة مفاجئة، أقدمت الحكومة على إطلاق سراح أكثر من 12 ألف معتقل وموقوف ممن انتهت مدد محكومياتهم أو ألغيت من قبل محكمة التمييز، خطوة أثارت معها جدلا حول اللجان المشكلة وعمليات الابتزاز التي تطال عائلات المعتقلين. أطلقت الحكومة سراح أكثر من 12 ألف معتقل وموقوف ممن انتهت مدد محكومياتهم أو ألغيت من قبل محكمة التمييز، استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية. جاءت هذه الخطوة بعد تشكيل لجنة خاصة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ووزارتي الداخلية والعدل ومجلس القضاء الأعلى ومستشارية الأمن القومي.
ولكن خلف هذه الخطوة الجريئة بدأت التساؤلات والتكهنات تتصاعد حول تشكيل اللجان الخاصة وكيفية عملها، في ظل حديث عن فساد وضغوطات تعرضت لها العائلات سابقا من قبل بعض الفاسدين الذين يستغلون المواقف لأخذ الرشاوى مقابل الإفراج عن المعتقلين الذين يستحقون البراءة. أظهرت هذه الخطوة معاناة السجناء وأهاليهم ممن انتهت مددهم. رغم التحديات برز شعور بالأمل في أن العدالة قد تتغلب على الفساد وأن الإصلاحات قد تجلب مستقبلا أفضل. للحديث عن هذا الملف ينضم إلينا من بغداد الخبير الاستراتيجي سرمد البياتي، مرحبا بك. الحكومة أطلقت سراح ما يقرب من 12 ألف معتقل، خطوة أثارت معها جدلا حول اللجان المشكلة وعمليات الابتزاز التي تطال عائلات المعتقلين. هل تراها امتصاصا لغضب الأهالي خاصة بعد موجة إعدامات تحدثت عنها منظمات حقوقية؟ قد يكون لدي منظار آخر لهذه الخطوة. بكل الأحوال هي خطوة إيجابية، يعني حقيقة احنا نفرح بأي خطوة تنصف المظلومين، خاصة إذا كانت خطوة قضائية واضحة بصورة مهنية. خلاص التمييز أطلق سراحهم، على شنو أنا أبقيهم؟ كثير من المسجونين كانوا أساسا، يعني وبالمناسبة هاي المعلومة اللي راح أقولها كل العراقيين يعرفوها، لكن أكو هنالك من لم يتأكد منها، لكن أنا أقول كثير من المعتقلين ما عندهم مواد قانونية ممكن أن يحكموا عليها. لذلك إحنا هذه الخطوات مثل هذه الخطوات تزيد من تلاحم وتقارب المواطن من الدولة، المواطن من الحكومة. ما عندنا مشكلة، أكرر ويمكن هذه لعاشر أو أكثر من 10 مرات من خلال قناتكم أقولها، المجرم ومن يثبت عليه إجرامه سواء بتفجير أو اغتيال أو قتل، والله وتحكم المحكمة إعدام، والله كلنا نؤيد إعدامه، لأن هذا تسبب بقتل أناس وتدمير بلد. لكن من عندما نرى ملفات تخص المخبر السري، تخص التعذيب اللي عندهم تقارير طبية، هاي اللي نطالب بإعادة التحقيق بها من أجل أن وهو ما يدفعنا للسؤال سيد سرمد عن كمية الأحكام الصادرة بحق أبرياء بجريرة المخبر السري، كيف ستعالجها الحكومة؟ هل من الممكن مثلا إعادة إجراء محاكمتهم؟ مو محاكمتهم يا أخوان، والله عدة مرات ذكرناها، يعني خلينا نميز الموضوع، الموضوع ليس إجراء محاكمة، الموضوع والله لو هسا هاي اللجان أنت تكلمت عليها، اللجان المشتركة برئاسة الجمهورية ومستشارية الأمن القومي، أبسط شيء راح أقول لك، اترك الموضوع يم سيد قاسم العرجي فرضا، زين يم مستشارية الأمن القومي، خلي هي شكل لجان وشوف بمدة قصيرة بثلاث أشهر يمكن كل هذا الموضوع ينفض وينتهي. يبقى المسجون مخدرات، القاتل، الناهب، السالب، المفجر، ذولا كلهم ما يطلعون. أكو بعدين أكو حقوق عالم، أكو اليوم أنا مشتكي على إنسان ضرني أو قتل أولادي أو سلبني، هذا ما يطلع مستحيل، لأنه عنده محكومية وإلى أن قد تكون هنالك تنازلات خاصة، وتعرف إحنا أيضا بلد عشائري في هذا الموضوع. لكن إحنا يعني أنا في هذه الفترة بالذات والأزمة اللي تحيط بالعراق من كل النواحي، وأزمة جنوب لبنان وإسرائيل وغزة وإسرائيل، هذه في ظل هاي الأزمات عندما يتقدم العراق مثل هذه الخطوات داخل بلده، تعرف إيش قد يصير مقدار التلاحم الاجتماعي داخل بلدك، هذا إيش قد يصير قوة أنه الناس تفرح بأولادها إذا يطلعون البريئين، أكرر البريئين البريئين البريئين، من أجل أن لا يحور كلامنا ولقاءاتنا هاي، من أجل أن لا تتحول ويقول والله هيدي طالبون بإطلاق سراح الدواعش. هذا الكلام مو صحيح، لا نريد أحد يقولنا ما لم نقل أو يحور كلامنا أو يحور كلام القناة. إحنا واضحين، من كان مجرما ويثبت عليه بالدليل القاطع وبالشهود بدون مخبر سري وبدون تقرير طبي خلاص يأخذ جزاء سواء إعدام أو مؤبد. أما اللي بمخبر سري ونتيجة تعذيب وعنده صور تعذيب، لا
نعيد التحقيق وياهم وليس المحاكمة، لأن نعم. المحاكمة راح تطلع أوراق نفس الأوراق راح يوقع طيب. لها القاضي زين، أما إعادة التحقيق هذا اللي نتكلم عليه. نعم طيب، في موضوع مرتبط ربما بأمن العراق، هناك مناقشات كبيرة تجريها الحكومة العراقية مع الجانب الأمريكي منعا لامتداد الصراع الإقليمي ليصل إلى العراق، ما هي المخاوف حول ذلك؟ شوف هذا الموضوع بمستوى خطورة الموضوع الأكبر وخطورته أكبر. ليش؟ إحنا ناس طلعنا من معركة كبيرة جدا، لحد الآن إحنا في طور النهوض بقواتنا الأمنية بدفاعاتنا الجوية، إحنا لحد الآن في طور التحسن الاقتصادي، نريد نوفر سلة غذائية متكاملة عن طريق المنصة بالدولار، محاربين أنه متهمين بأنه الدولار مالتنا يطلع إلى دول محاصرة. في ظل هذا الوضع كله إحنا نحتاج إلى تعزيز واستقرار العراق. شلون يصير هذا الموضوع؟ إحنا خلينا نبتعد عن كل الإشكالات بالوقت الحاضر. يا أخي إحنا العراق ما يتحمل، العراق 95% من وارداته نفطية، يعني ما نتحمل أي هزة أو أي حرب يا أخوان. خلونا واضحين ونتكلم بوضوح، إحنا مو من أجل اليوم إحنا ما نقحم نفسنا في موضوع يعني نحن في غنى عنه بالوقت الحاضر. أكو غير دول قد تكون مهيئة، يا أخي خلي يروحون مصر، خلي أردن، خلي سوريا تروح تدخل معارك. إحنا تعبنا، إحنا من الثمانين العراق معركة إلى متى يا أخي؟ وهسه هذه الخطورة اللي ممكن أنه تؤول إلى غير أمور، يعني خاصة مثلا أكو عندنا فصائل مقاومة إسلامية، قسم من هاي الفصائل هي مرتبطة بالحشد الشعبي اللي هو مرتبط بالقائد العام. طيب إذا هاي دخلت بالمعركة مباشرة، ما هو المجتمع راح يقول بأنه العراق دخل بالمعركة. رأسا الحجة موجودة في هذا الموضوع، وإحنا عندنا مباركاتنا أي مع دول تحالف الدولي مع. طيب وبهذا الموضوع وبهذا الموضوع الذي تحدثت به مستقبل التحالف الدولي في نعم. ظل امتداد الصراع، بحسب صحيفة القدس العربي فإن إيران تدفع بأذرعها في العراق واليمن للتكثيف استهداف القواعد والسفن، وهي رسالة واضحة أن الحرب على لبنان ستتوسع لو فكر الاحتلال بها، ما تعليقك؟ شوف الحكومة ليست معنية بهذا الموضوع أخي، إحنا هذه فصائل مقاومة إسلامية. الآن قبل ما أدخل الاستوديو كان أكو عملية للحوثيين مع فصائل المقاومة الإسلامية، الحكومة غير معنية في هذا الموضوع يا أخي. الحكومة إحنا عندنا قوات أمنية مسؤوليتنا عن ضبط الحدود العراقية من أجل أنه ما يصير أي خرق بها. إحنا ما يعني أنا خلي أفهم العالم اللي يده تسمعنا، قابلياتنا الآن أوكي قابليات أمنية يكفينا أنهم مسيطرين على موضوع داعش ومسيطرين على أراضينا، ما عندنا قابلية ندخل معارك من أراضينا. طيب ألا يدفع هذا ببقاء التحالف الدولي في العراق؟ السلة الغذائية هسه والتحالف ما طالعين يا عمي، هي مفاوضات ثنائية تدريجية هاي، لا تتصور بأنه أمريكا والتحالف الدولي يكبسون زر يطلعون، مو مثل جيشنا يتحرك خلال أسبوع من فلان مكان يمشي لألف كيلومتر، لا هذول 2500 أو 2000 جندي يطولون سنة سنتين قد يكون ثلاث سنين يطولون من سحابهم إلى أن يضمنون بأنه المنطقة مستقرة. هم يعتبرون داعش إقليمي، داعش يعتبروه إقليمي مو مختص بالعراق، داعش يقول لك يمثل خطر علينا. فلذلك هذا الموضوع احنا نسأل الله ان يبعد العراق عن كل ضرر، لان انا قلت لك نحن نعلم الوضع جيدا. نعم ما نتحمل هزات اضافية يعني. نعم نعم شكرا جزيلا. نعم. من بغداد الخبير الاستراتيجي سرمد البياتي. الاخبار مستمرة. في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات أكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في مكافحة الآفة الخطيرة، حيث تم القبض على متاجرين دوليين ومحليين وأحيلوا إلى القضاء وقد صدرت بحقهم أحكام قاسية. الداخلية أشارت في بيان لها إلى تعاونها مع جميع دول الجوار للقضاء على السموم واستمرارها في ملاحقة المهربين والمتاجرين لمنع أي محاولة منهم للوصول إلى أهدافهم والتصدي لهم بحزم، مجددة التأكيد على دعم جميع الجهود الدولية في حربها ضد المخدرات التي لا تقل خطورة
عن الإرهاب. في أثناء ذلك تكثف محافظة المثنى جهودها للقضاء على محاربة آفة المخدرات المدمرة. تفاصيل أوفى في التقرير الآتي. يعد اليوم 26 من حزيران يوماً عالمياً لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها. وبهذه المناسبة زارت عدسة قناة الفلوجة الفضائية المركز التأهيلي لمدمني ومتعاطي المخدرات في المثنى للإطلاع على واقع النزلاء وتوثيق الفعاليات والأنشطة المقدمة لهم وفق مناهج علاجية ووقائية لإعادة دمجهم في المجتمع مجدداً. مركز تأهيل المثنى ويقدم ندوات وورش لإعادة تأهيل وإعادة صناعة الإنسان فيما يخص النزلاء الموجودين في مركزنا من ورش تقنية وورش فنية، وقدرنا أن نأهل مجموعة من الأخوة النزلاء حالياً هم اللي خرجوا يمارسون أعمالهم بالسوق. أعداد النزلاء هنا نحن عندنا بالمركز 178. أنصح أخواني الصغار والكبار أن يتركون هذا المخدرات، هذه هلاك زين، ولازم تعالجون نفسكم. أنصحكم يا أخوان والله العظيم هذا طريق خطأ، هذا طريق شيء أكيد أعوج، لا يرضى به الله سبحانه وتعالى، لا يرضى به يعني الإنسان العايش أنت وياه، يعني لا رضات الوالدين أنت، يعني حتى يعني كنا في المجتمع يعني ماخذين علينا غير صورة، ماخذين صورة غير جيدة. وفي إطار الجهود الحكومية لمكافحة هذه الآفة المميتة للحفاظ على السلم المجتمعي في المثنى، استطاعت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظة ومن خلال حملاتها الأمنية المكثفة التي لا تخلو من مواجهات قتل أعداد من التجار وإلقاء القبض على أعداد كبيرة بينهم متعاطين بحوزتهم كميات من أنواع المخدرات. تم تفكيك شبكات محلية 13 شبكة، تم إلقاء القبض على 72 شخص مطلوب وفق المادة 28 من تجارة المخدرات، تم مقتل ما يقارب 13 تاجر مخدرات، تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة في محافظة السماوة، تم ضبط ما يقارب 9 كيلوات و450 غرام من مادة الكريستال، 2600 حباية من مادة الكبتاجون. مثل ما تعرف محافظة السماوة من المحافظات اللي حاربت ودائبت بمكافحة المخدرات. وتبقى المخدرات ناقوس خطر يهدد المجتمع السماوي ما لم تتضافر الجهود الحكومية والمجتمعية والعشائرية والدينية للحد من مخاطرها، سيما وأن المحافظة شهدت في فترات مكافحتها خسائر بشرية ما بين المتعاطين والمتاجرين والعناصر الأمنية. من المثنى نجم الحميد، الفلوجة الفضائية. أما الآن ينضم إلينا الناشط بمجال التوعية بآفة المخدرات الأستاذ علي الحبيب. أهلا بكم أستاذ علي. حقيقة ما يتعلق بآفة المخدرات بالتحديد عدد المتعاطين للمخدرات ربما حول العالم يتجاوز 300 مليون متعاطي. بالنسبة للعراق وهذه يعني الإحصائية تعود إلى عام 2023 متداولة منسوبة لوزارة الداخلية حول حجم المخدرات في العراق، هناك أكثر من 17 ألف متهم بالحيازة خلف قضبان السجون، ونحو 50% من الشباب يتعاطون المخدرات بطرق مختلفة. مدى دقة تلك الأرقام المتداولة؟ مساء الخير عليكم. يعني بالحديث عن موضوعة المخدرات، المخدرات لها تاريخ قديم جدا. العراق كان عبارة عن معبر لهذه المواد المخدرة، لكن تحول في فترة دخول تنظيمات الإرهاب إلى العراق إلى بلد مستهلك لهذه المواد، وانتشرت هذه المواد بشكل كبير جدا عن طريق المجاميع الإرهابية بالدرجة الأولى. من بعدها تحول إلى انتشار في الشارع العراقي. الأعداد اللي تحدثنا عنها أعداد كبيرة جدا، يعني ما تحدث به بتقرير 2021 كان يتحدث عن قرابة 50% من الشباب يتعاطون هذه المواد المخدرة، والسبب يعود إلى عدد من الأسباب الاجتماعية
الاجتماعية والاقتصادية ولديها تأثيرات، وكذلك العصابات المنظمة التي تعمل من خارج البلد على نشر هذه المواد المخدرة، تحويل العراق من بلد المعبر إلى بلد مستهلك لهذه المواد، وبالفعل تحول العراق للأسف الشديد إلى بلد مستهلك لهذه المواد المخدرة بشكل كبير جدا. هنالك عدد كبير من الشباب من يقعون ضحايا لهذه المواد المخدرة عن طريق استدراجهم وعن طريق رفقة السوق، وكذلك المقاهي بوضعها فيها الشيشة الأرجيلة وغيرها، وكذلك استدراج الأطفال حتى في المدارس عن طريق إعطاهم حبوب ما تسمى بال الكيبتاغون أو غيرها، واستغلال فترة الدراسة الطلاب الذين في المراحل المنتهية يحاولون أن يشجعهم عن طريق التوجه إلى التركيز في الدراسة عن طريق منحهم بعض هذه المواد وأساليب مختلفة جدا، وكذلك أيضا حتى العلاقات الغرامية توجه الموضوع أنه تكون علاقات غرامية ما بين فتاة وشاب، ويحاولون أن يضعون نوع من الأجواء اللهو فيما بينهم والتوجه إلى تعاطي المخدرات. لذلك الأعداد نتحدث عنها أعداد كبيرة جدا، لكن ما شاهدناه في الآونة الأخيرة وخصوصا في سنة محصورة في أواخر 23 لغاية 24 كانت هنالك عمليات عسكرية حقيقية باتجاه حصر موضوع انتشار المخدرات، وكانت هنالك أعداد كبيرة جدا. يعني كنا نتحدث عن السنوات الماضية بها يتم حصد الآلاف من الكيلوغرامات، لكن الآن وصل الحدث إلى نتحدث عن الأطنان. على 18 مليون حبة كيبتاغون و 3 مليون طن خلال فترة 4 أو 5 أشهر. نعم أستاذ علي، يعني شبكة دولية تدير تجارة المخدرات مرتبطة بإيران، يعني بدول مجاورة ربما أبرزها إيران وسوريا المجاورتين، شبكات مترابطة فيما بينها، وهناك تنسيق بينها وبين العراق. هل تعتقد بأن حجم التنسيق يتناسب مع حجم الكارثة؟ هو حجم الكارثة كبير جدا. يعني تحدثنا عن عصابات الدولية ليس محصورة فقط بين سوريا وإيران. نتحدث عن إيران، هنالك عدد كبير جدا من إيران باعتبار الخط الحدودي المرتبط ما بين العراق وإيران كبير، وكذلك الجانب السوري. يعني تدخل مادة الكيبتاغون عن طريق سوريا، هنالك معامل مخصصة لصناعة الكيبتاغون تدخل عن طريق الحدود وعن طريق المنطقة الغربية يتم إدخال مادة الكيبتاغون وكذلك مادة الكريستال عن طريق إيران وأفغانستان إلى الأراضي العراقية، وكذلك عن طريق المنافذ الشمالية في تركيا هنالك نوع من أنواع الكريستال تدخل عن طريق تركيا وكذلك أيضا عن طريق السعودية والكويت. إذن هي الدول المحيطة بالعراق حولت البلد من بلد معبر إلى بلد استهلاك، وبلد يعني حولت إلى منتج ومستهلك في نفس الوقت. يعني هنالك بعض المصانع تم القبض عليها تصنع في داخل البلد، وهذه هي بحد ذاتها كارثة كبيرة جدا. لذلك المشكلة أنه حجم القوة الأمنية التي تعمل لا تتناسب مع حجم الكارثة، على الرغم أن هنالك جهود كبيرة جدا وهنالك يعني قوة أمنية تعمل ليل ونهار، وتحويل عملهم من عمل شرطوي إلى عمل استخباراتي، وهو ما يحتاج للسيطرة على قضية انتشار المخدرات، لكن ما زالت هنالك أفواج كبيرة جدا من المواد المخدرة تدخل العراق بسبب الفساد. ما زالت هنالك آفة في العراق اسمها آفة الفساد. هذه آفة الفساد هي تدخل المخدرات إلى البلد عن طريق بعض هذه النقطة بالتحديد. يعني أستاذ علي أثرت نقطة مهمة تتعلق بالفساد. ربما تحدثت وزارة الداخلية عن تورط بعض الضباط المنتسبين في الشرطة مع عصابات المخدرات، كيف يمكن يعني الخروج من هذه أو من هذا النفق؟ يعني سيدتي العزيزة، لو تحدثنا عن قضية الفساد ليس فقط في الأجهزة الأمنية، هنالك فساد في الأجهزة الأمنية وتم ضبط عدد من الضباط وإحالتهم إلى المحاكم الخاصة، لكن لما نتحدث عن حجم كمية الفساد كبيرة جدا تفوق التخيل. لو تحدثنا عن مواضيع حتى بما فيهم بعض المحامين الذين يتوكلون عن مجرمين لتجارة المخدرات بالاتفاق مع بعض الفاسدين بتحويل التاجر إلى متعاطي وتقليل الكميات وغيرها، وهنالك تلاعب بهذا الموضوع، وكذلك هنالك من يستغل السلطة لتمرير المخدرات، وهنالك بعض الحمايات لبعض الشخصيات قد مرروا المخدرات إلى داخل البلد وتم القبض عليهم، وهنالك جرائم تم تثبيتها بشكل واضح. لذلك اليوم نتحدث عن جريمة دولية، لا نتحدث عن جريمة محلية، جريمة دولية تدخل إلى العراق. لذلك عدد الشبكات اللي موجودة هي كبيرة جدا، يصعب السيطرة عليها، يحتاج توضيح، يحتاج العمل بشكل أكبر جدا للقضية عليه. توضحت الصورة. الناشط بمجال التوعية بآفة المخدرات الأستاذ علي الحبيب، شكرا جزيلا لكم لانضمامكم إلينا. الأخبار مستمرة.
ختميا، وجه رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني بفتح أي مجسر أو نفق حال اكتماله من مشروع تطوير ساحة النسور للتخفيف من الاختناقات المرورية، مجددا التعهد بإكمال المشروع قبل نهاية العام. على مستوى التنفيذ، تفاصيل المشروع، الجسر الرئيسي وبعض الأنفاق، متى ما اكتملت نهايات اكمال هذا المشروع نجد من المناسب أن يتم فتحه أمام الحركة، حركة المواطنين، أي لا ننتظر لتنفيذ باقي الأجزاء. أي مشروع يكمل الجسر، مجسر، نفق، يتم فتحه أمام حركة السير حتى نخفف من معاناة المواطنين. وإن شاء الله احنا بعدنا على وعدنا أنه في خلال فترة وجيزة يتم إكمال المشروع بشكل نهائي خلال هذا العام. كما أطلق رئيس الوزراء الأعمال التنفيذية للطريق الممتد من أطراف بغداد إلى مدينة علي الورد السكنية الجديدة شرق العاصمة، موضحا أن المدينة ليست مجمعا سكنيا إنما مدينة جديدة كبرى متكاملة الخدمات والفعاليات. مدينة علي الورد والأراضي المحاذية لها تمثل محور أساسي في مدينة جديدة، وإذا صح التعبير في محافظة جديدة جوار بغداد أو مكملة إلى بغداد. هذا هو التوجه حتى يكون واضح لأبناء شعبنا في بغداد والمحافظات. نحن بصدد محافظة جديدة في هذه المنطقة. اليوم إقرار هذا المشروع ووضعنا إلى التخصيصات وأكملنا حزمة من الإجراءات المعقدة بكل ما تعنيه الكلمة. وزير يتابع وأحيانا يستعين الوزير برئيس الوزراء حتى نتدخل ونخلص هذه الأراضي من هذه الوزارة أو تلك بإجراءات قانونية وإدارية حتى تتمكن الشركة من المباشرة بالتنفيذ لهذا المشروع. هذا المشروع ماذا يعني؟ مشروع فتح الطريق هو خطوة عملية نحو الشروع بتنفيذ المدينة السكنية. في محافظة البصرة، خرج العشرات من خريجي أقسام التربية في تظاهرة أمام مبنى المديرية للمطالبة بتوظيفهم، كما تعرض المتظاهرون أثناء التظاهرة للضرب المبرح من قبل قوات مكافحة الشغب، ما أثار غضب المتظاهرين. وأظهرت لقطات مصورة جزءا من الحادثة، حيث شهد عناصر مكافحة الشغب يضربون أحد المتظاهرين بالهراوات، ما أثار غضب المتظاهرين وتصاعد التوتر بين الطرفين. المتظاهرون احتجوا على البطالة المتفشية وعدم توفير فرص عمل لهم في المؤسسات التعليمية، مؤكدين أنهم يعانون من الإهمال الحكومي المستمر. هذا وشهدت محافظات عديدة تظاهرات تطالب بتوفير الخدمات الأساسية من بينها الماء والكهرباء. وفي تصعيد جديد للاحتجاجات بمحافظة ذي قار، أقدم متظاهرون على إغلاق مبنى ديوان المحافظة ومجلسها حتى تلبية المطالب. أما في ديالة فقد ذكر مصدر أمني أن قوة خاصة دهمت عددا من منازل قرية جيزان الجول في قضاء الخالص لاعتقال متظاهرين ضد تراجع إمدادات الطاقة الكهربائية ونقص مياه الشرب. وفي بابل تظاهر عشرات من أهالي مناطق الخميسية والغزالي أمام ديوان المحافظة للمطالبة بتوفير المياه في مناطقهم وفقا لمصدر محلي. مع ارتفاع درجات الحرارة يضطر شباب مدينة بعقوبة إلى اللجوء إلى الأنهار لعدم وجود مسابح حكومية في المحافظة. تفاصيل أوفى في التقرير الآتي.
يلجأ هؤلاء الفتية للأنهار هربا من حرارة الصيف. هنا في مدينة بعقوبة يمارس عشرات الشباب هواية السباحة في الأنهار وقرب مصبات المياه متحملين المخاطر والأمراض، فلا بدائل لهم مع الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي واستغلال أغلب المسابح الأهلية، انعدام المسابح الحكومية برفع الأسعار. كهرباء ماكو والجو حار، نضطر نجينا نسبح بهذا النهار، صحيح يسبب لنا امراض، كهرباء كل شيء يعني ما عندنا كهرباء، ومي ماكو بالبيوت، ومسابح حكوميه ماكو، وطب المسبح الاهلي تنطي 5000 ساعه ويطلعك. احنا شباب عمي هاك نسبح هنا، مسابح حكوميه ماكو، مسوينا اهليه، يجي يقول لك 5000 ساعه وحده ويطلعك، عمي ما يصير هيك، احنا شباب نطالب بحقنا، حكومتنا وينكم عمي؟ لا كهرباء براسها خير، لا مي براسها خير، نجي نسبح هنا وكل امراض. تمتلك ديالى مسبحا اولمبيا وحيدا قصف في عام 2006 واقر مشروعا بديلا في عام 2008، ليبقى هذا المشروع متوقفا منذ تلك الفتره ولم يرى النور، لتكون ديالى الوحيده بين المحافظات التي تفتقد للمسابح الحكوميه ذات المواصفات العاليه والامنه لممارسه السباحه. عندنا مشكله مع عدم إنجاز أو تكملة المشروع المسبح الأولمبي الذي نسبة إنجازه 78% بسبب قضية قضائية بين الشركة وبين الوزارة لحد الآن محسومة، صار حوالي 8 سنوات في القضاء ولم تحسن. هذا وارتفعت نسبة حوادث الغرق في ديالى عن الأعوام السابقة بنسبة 50% بعد عودة جريان المياه في الأنهر الرئيسية، مما ينذر بزيادتها مع استمرار التقاعس الحكومي بتوفير بدائل للشباب لممارسة السباحة لعدم توفر تيار كهربائي يسهم بخفض حرارة الصيف. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة. آثار أربيل تكشف عن قطع أثرية نادرة تعود لأربعة آلاف وخمسمائة عام في سهل المدينة. مزيد في التقرير التالي. في سهل أربيل وتحديدا في موقع متراب وفي ناحية شبامك الواقعة على بعد 25 كيلومترا جنوب أربيل، فريق التنقيب الدولي عثر على عدد من القطع الأثرية التي تعود إلى 4500 عام. لدينا العديد من الأماكن الأثرية، نعمل جاهدين مع الفرق الدولية للتنقيب والمسح، عثرنا على قطع أثرية قديمة ومستمرين بالبحث لتوثيق التطور الحضاري الذي مرت به المدينة في عصور مختلفة. مديرية الآثار والتراث كشفت عن عمل 14 فريقا أجنبيا مختصا بالتنقيب عن الآثار منذ العام 2022. عمليات التنقيب أظهرت انتقالة وتحولا من حياة القرى إلى التمدن يحدد فيه أسلوب المعيشة والحياة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. بالنسبة لكردستان، هذا من أحد الشغلات اللي ما أريد أقول عليها نادرة، بس مكتشف جديد بأنه مستوطنة انتقالية ما بين القرية إلى المستوطنة الكبيرة. طبعا تم العثور على مجموعة من الجرار الفخارية، من الأسس البنائية، الغرف، وكانت استخدموا العام وهالسنة بدايتها استخدموا جيوفيزيكس، الأجهزة اللي تسوي دراسة على ما بالطبقات الأسفل الطبقات المهملة. ومنذ تشكيل الكابينة التاسعة لحكومة الإقليم وقعت مديرية الآثار نحو 50 عقدا مع جامعات ومؤسسات أجنبية لتطوير وإعادة وتأهيل عشرات المواقع الأثرية، ما يسهم في تطوير قطاع السياحة في عموم كردستان. عمليات التنقيب في سهل أربيل هذا العام كشفت عن وجود قطع أثرية نادرة، ما يدل على قدم الحضارة في إقليم كردستان. بشير الحسن، قناة الفلوجة، أربيل. الأنبار تواجه ظاهرة التصحر بمشروع طموح لإنشاء حزام أخضر بطول 25 كيلومترا وعرض 100 متر يحيط بمدينة الرمادي. تفاصيل ذلك وأكثر في التقرير الآتي.
مع التغير المستمر في مناخ محافظة الأنبار. مديرية بيئة الأنبار تعتزم إنشاء حزام أخضر بطول 25 كيلومترا وعرض 100 متر يحيط بمدينة الرمادي من أجل الحفاظ على المناخ وصد الرياح القوية والأتربة، فضلا عن زراعة 1500 شتلة في المدارس. هناك تعاون كبير من قبل مديرية بيئة الأنبار لإعداد دراسة مفصلة لإنشاء حزام أخضر حول مدينة الرمادي، وتم إعداد هذه الدراسة، وكان هناك تنسيق كبير من قبل دائرة عقارات الدولة ومديرية بلدية الرمادي ودائرة الزراعة وممثلين عن الحكومة المحلية ومديرية بيئة الأنبار. تم اختيار الموقع بمسار يبلغ 25 كيلومتر بعرض 100 متر. ومن ضمن حملات بيئة الأنبار التي لاقت ترحيبا من قبل المواطنين، سيتم العمل على زراعة الأشجار أمام جميع المنازل في قضاء الرمادي ثم الأقضية الأخرى من أجل تحسين المناخ، خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تتزايد عاما بعد عام. هاي مبادرة جميلة جدا وتساعد يعني بتعديل جو المناخ بالإضافة إلى تقليل الحرارة، تقليل الغبار من خلال أنه تكون مصدات طبيعية للرياح. وإحنا يعني بنفس الحالة مو بس نشيد عليهم، إنما إحنا راح نكون كمواطنين يعني مساهمين بهالمبادرة، ويكون كذلك إن خلينا نكون موقف وياهم من خلال اللي هو الميسور اللي يقدر يزرع شتلة أو غيرها الشتلة، يعني مو فت قيمتها صعبة جدا. وفي الجانب ذاته، بيئة الأنبار تدعو المنظمات الدولية والجهات المعنية من الحكومتين المركزية والمحلية بالتعاون من أجل استثمار الصحراء وزراعتها بأشجار ديمية تساعد على تغيير المناخ، فضلا عن تشغيل آلاف الأيدي العاملة. من الأنبار دريس يحيى، قناة الفلوجة. الحصاد انتهى، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيه. بعد مبادرته لحلحلة الأزمة، شيخ الخنجر يؤكد قرب حسم انتخاب رئيس للبرلمان ويذكر بالعفو العام والنازحين. 20 من تشرين الأول المقبل سباق الإقليم الانتخابي، والديمقراطي الكردستاني يجهز نفسه للتنافس. قبول الحرب في المنطقة تقلق بغداد وواشنطن. رومانوسكي في مكتب السوداني تناقش مستقبل التحالف. إطلاق سراح آلاف المعتقلين يثير جدلاً حول فساد مراكز التوقيف، وصرخات من السجون تنادي بالعدالة. بيوم مكافحتها الداخلية تطيح بشبكات دولية لتجارة المخدرات، وعدسة الفلوجة توثق حال المدمنين في مراكز التأهيل. الفلوجة دوت تي في للمزيد من الأخبار، كما يمكنكم متابعتنا وتواصل معنا على فيسبوك، إكس، ويوتيوب. إلى اللقاء، دمتم بعافية.